لا تقولش عليا لا تسمع كلام وحد الهدية لا تقولش عليا قاسي اخذ حقي قاسي اخذ حقي قاسي اخذ حقي قاسي اخذ حقي باطل تكبير مفتاح باطل طمع الحريه باطل طمع الحريه باطل باطل فساد باطل باطل فساد باطل نوصل رساله للدوله انه تدهور تجهيز الطاقه الكهربائيه للمواطنين بالرغم من وعود الحكومة والعقود العديدة اللي أبرمتها ويا دول وشركات عالمية لكن المحصلة النهائية معاناة تضاف إلى معاناة العراقيين في مختلف المجالات تشير نتابع من خلال وسائل الإعلام وسائل التواصل والتقارير حتى المنظمات الدولية أن من يقف وراء هذا التدهور هو الفساد الفساد الذي ينخر أجهزة الدولة بكافة مستوياتها تتعاقب وزارات الكهرباء ويتعاقب رؤساء الوزارات ويطلقون مختلف الوعود بأن هناك تحسن في المدى المنظور في تجهيز الطاقة الكهربائية ولكن المحصلة النهائية خلاف ذلك حيث نشاهد أن عدد ساعات القطع تتجاوز عدد ساعات التجهيز مما يشكل عبء إضافي على المواطن العراقي خاصة مع استمرار ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار المواد ارتفاع أسعار وأجور المولدات كلها تشكل ضغوط إضافية على المواطنين نحن هنا اليوم من أجل إيصال رسالة إلى الدولة إلى الحكومة إلى الأحزاب السياسية الحاكمة أن ينتبهوا إلى الشعب العراقي المضطهد المظلوم وأن يوفروا له حقوقه وتحقيق العدالة الاجتماعية لجميع العراقيين بما يتناسب والخيرات الكثيرة التي توفر في هذا البلد طبعا هذه الوقفة وأيضا استمرارية لأعوام عديدة أنه قضية الكهرباء هي قضية يبدو هناك سياسة لا تعطى أهمية صناعة الكهرباء صناعة توليد الكهرباء إذا كانت على طريق المائي أو على طريقة الرياح يعني هذه النظيفة يبدو لا يوجد اهتمام بها هذه الطاقة النظيفة أما الآن هذه الأزمة المستمرة منذ أكثر من 30 عام بعد الحروب فنجد بأن الإمكانية لتحسين وضع توليد الكهرباء لم يتم الاهتمام بها لأسباب عديدة منها سياسية الطاقة الكهربائية من المولدات الحرارية فنجد أن ضغوط الدول المجاورة وبما فيها بالأساس إيران يبدو أن هنالك سياسة ما بين الحكومة العراقية التي تريد أن تقدم للحكومة الإيرانية أو للجارة الإيران الخدمة الكبيرة بحيث أن لا تكون في العراق إمكانيات لتوليد الطاقة لأن الطاقة الكهربائية ممكن أن تكون صناعة على والكثير من المهن تعتمد على الطاقة الكهربائية كل هذا واضح أمام الحكومة العراقية ولكن الحكومة العراقية لا تريد أن تحل هذه الأزمة لأنها تكون تحت ضغوط الحكومة الإيرانية وهذه الحكومة الإيرانية تضغط من أجل أن يكون العراق رئة اقتصادية تتنفس منها إيران فلذلك نجد بأن هذه الوضعية متأزمة مستمرا وحتى الفترة الأخيرة حل الأزمة أيضا يعطي العراق البترول الخام بمعنى أنه سوف يعطي هذا البترول من أجل تكريره في إيران ويشترى من قبل العراق وهكذا يكون العراق خاسرا ولكن تبقى الأزمة أن الاعتماد على الدول المجاورة وهذا لا يوجد في أي دولة أن تبقى معتمدة على الآخر وتبقى هي مختنقة حسب وجهات نظر وسياسات الدول المجاورة والدول الأخرى التي لديها سياسات مصلحية لصالحها وليست لصالح العراق فتستمر هذه الحكومة ولكن معنى ذلك أن الحكومة مدانة في هذا الجانب في عدم توليد وعدم وجود سياسة سيادية للعراق في هذا الشأن
كل سنة احنا تقريبا من شهر تموز دا نعيش مأساة اسمها مأساة الكهرباء، وبرغم صرفيات المليارات من الدولارات، لأن احنا آخر الإحصائيات تقول انه 80 مليار دولار هي اللي تنصرفها على من أجل إعادة الكهرباء، ولحد الآن وبعد ما راح تنتهي موضوعة الكهرباء. ليش؟ لأن أكو فساد كلش كبير في مؤسسات الدولة وخصوصا في الكهرباء، لأن هم بالأساس في زمن الشهر الثاني جابوا مولدات على الغاز تشتغل، ما جابوها على النفط، لذلك خلونا تحت رحمة السيف الإيراني يوقفون الغاز، انتهت بعد ماكو شغلة للكهرباء، لذلك هي دائما توقع 5000 تقريبا ميجا من اللي جاية من إيران. احنا هذه مأساة كبيرة نعيشها، كبار السن، أطفال، مرضى، غيرهم، هذه مدى تنتهي عندنا بصراحة وما نعرف شو وقت تنتهي. لذلك احنا دائما وهذه وقفتنا هي، وكل سنة احنا دون وقف، هذه وقفتنا تأكيدا على انه هذا اللي نعيشه هو فشي غلط. هذه مأساة كبيرة يعيشها الشعب العراقي، يتوجب على الشعب، يتوجب على أهلنا بالمحافظات أن يكون لهم رد قوي من خلال الوقفات الاحتجاجية، من الوقفات السلمية، التظاهرات السلمية، من أجل أن يكون هناك حل لهذه المشكلة. أيها العراقيون الأحرار، يا من تحملون العراق في ضمائركم ووجدانكم، في كل عام ومع قدوم فصل الصيف يعاني أبناء شعبنا من أزمة انقطاع التيار الكهربائي، رغم الأموال الطائلة التي أنفقتها الحكومات المتعاقبة على هذا الملف، والتي صاحبها الإهمال وتفشي الفساد بشقيه المالي والإداري، وعدم وجود خطة واضحة لتحسين واقع الكهرباء في البلاد. ويبدو إن الحكومة الحالية التي جاءت من رحم المحاصصة المقيتة، والتي ادعت إنها جاءت لتوفير الخدمات ومقومات العيش الكريم للعراقيين، تحذو حذو من سبقها بوعود كاذبة وتبريرات أشبعتنا غضبا حتى طفح الكيل. فمنذ أشهر ونحن نلتزم الصمت ونراقب ما ستقدمه الحكومة الحالية للشعب العراقي، ولم نجد في انتظارنا سوى حلولا ترقيعية وإعلاما مطبلا كاذبا لمنجزات ما هي إلا تصريحات دون عمل لامتصاص نقمة الشعب المكتوي بنار الأزمات منذ عقدين، حيث أصر السياسيون المحتكرون لإدارة الدولة أن لا ينتموا إلا لمناصبهم التي درت عليهم سلطة جوفاء ومالا سحتا وعارا أبديا، لأنهم حطموا العراق، بعثروا مقدراته على منافعهم الشخصية وملذاتهم الزائلة، وسعوا ويسعون لإعادة بناء الدولة العميقة بعيدا عن مصالح الشعب وهمومه. ثم لم يكفهم هذا الظلم الفادح الذي ألحقوه بنا، حتى عمدوا إلى المزيد من تحطيم بنية الاقتصاد العراقي وجعله مرتهنا لطغمة الحكم الذي يمثلوه القلة التي تستأثر بحصة الأكبر من خيرات الوطن بمشاريع ما هي إلا واجهة لغسيل أموالهم، بينما نحن ينهشنا الجوع والفاقة والعوز. فلا الموازنة التي أقروها أوجدت حلولا جذرية للأزمات، فقد ارتفعت نسبة البطالة وارتفعت معها معدلات الفقر بين العراقيين. أيها العراقيون الأحرار، خروجكم اليوم ما هو إلا واجب وضرورة في ضم صوتنا للأصوات الشعبية التي تصرخ وهي تكتوي بصيفنا اللاهب، في ظل أزمة كهرباء التي أنفق عليها 80 مليار دولار خلال عقدين من الزمن، ونتساءل في كل عام أين ذهبت تلك الأموال الهائلة، ومن هم الفاسدون والمفسدون، وكم طالبنا بالكشف عنهم ومحاسبتهم، لكن لا من مجيب. لكنكم أيها العراقيون الأصلاء، معا سنقول كفى، كفى استهتارا بكرامة العراقيين، كفى استهتارا بالمال العراقي، كفى استهتارا بتأريخ العراق، كفى استهتارا بسيادة العراق، كفى استهتارا بأمن العراقيين، كفى استهتارا بمستقبل العراقيين. لقد أعطيناكم الفرصة تلو الأخرى على مدى عقدين عجاف، فما وجدنا منكم إلا طغمة ظالمة
لا يجمعكم مع أبناء شعبكم جامع ولا تأخذكم على أبناء شعبكم رأفة. ضيعتم العراق وألقيتم به في الهاوية، لكن يوم حسابكم ليس ببعيد. الآن وفي هذه الساعة نعلن لكم ساسة المحاصصة، هذه الحقيقة الواضحة وضوح الشمس، ونذكركم بها. لقد انتهت شرعيتكم منذ انطلاقة انتفاضة تشرين، سقطت شرعيتكم مع سقوط 800 شهيد و25 ألف جريح من الشباب العراقي الذين مثلوا الأغلبية الصامتة التي تعاني من فقر وحرمان وسلاح منفلت وميليشيات تحارب كل صوت حر. انتهت شرعيتكم وانتهت معها سياستكم، ومن أزمة الكهرباء الحالية ستتوالى الأزمات وستتضح للشعب وعودكم الكاذبة، وحينها لا مفر من غضب الفقراء والكادحين والمسحوقين. وأخيرا نذكركم، حان وقت الشعب والتغيير الشامل. فتحية لأصوات العراقيين الأبطال ولأصوات الأبطال المتواجدين اليوم وهم يبعثون أمل التغيير وتحقيق البديل الناجح. شكرا لكم. وتبوق الفقرة هاي هاي، لا تلبس لي ثوب الدين. وتبوق الفقرة هاي هاي، لا تلبس لي ثوب الدين. وتبوق الفقرة هاي هاي، هذا الشعب فك العين واستنفى صبره هاي هاي، هذا الشعب فك العين واستنفى صبره هاي هاي. هسه عرفنا التجارين واللي يبوق باسم الدين، هسه عرفنا التجارين واللي يبوق باسم الدين. عالظالم ثار المظلوم شي وقف الثورة، عالظالم ثار المظلوم شي وقف الثورة، عالظالم ثار المظلوم شي وقف الثورة. يعني بداية ترد الخدمات وسوءها وأيضا موضوع الكهرباء، يعني أصبح موضوع واضح للجميع أن هناك تقصير حكومي من جميع المسؤولين. ليس هذه الحكومة فقط وإنما كل الحكومات السابقة وصولاً إلى اليوم، هناك أزمة حقيقية في ملف الخدمات وملف الكهرباء، لا توجد معالجات حقيقية. إذا نحن في كل صيف لاهب لدينا تظاهرات ووقفات لنسائل الحكومة ونسائل البرلمان عن دورة في إيجاد حلول لهذه الأزمة. وحقيقة أصبح التقييم الشعبي والجماهيري للحكومات حول ما يقدم من هذه الخدمات. نحن نعتقد أن هذه الحكومة أيضاً هي لغاية هذا اليوم هي عاجزة عن إيجاد حل جذري، وإنما دائماً ما كسابقاتها من الحكومات تعمل إلى الترقيع في الإجراءات والترقيع في الأساليب لخداع الشعب وحتى رشوته في أحيان أخرى. لذلك هذه الأساليب التي تعتمدها الحكومة هي لا تفرق عن سابقاتها، لذلك وجب أن نوضح للناس ونقف هذه الموقف. وأيضا ستكون هناك أيضا دعوات لتظاهرات ووقفات أخرى تطالب بعملية إصلاح حقيقي، عملية تغيير جذري أو تغيير شامل لمنظومة المحاصصة التي دائما ما تثمر فسادا وموت وسوء بالخدمات. بالتالي احنا لا ننظر الى الشعوب الاخرى ولا الدول الاخرى، ونحن لا ندخل في سياسة المحاور حتى ولا نتحدث في هذا الموضوع. نحن نريد حكومة لديها ارادة حقيقية لحل هذه الازمات. نسمع عن تأميم النفط سابقا وتأميم، اذا كان هناك اشياء بحاجة الى تأميم، نحن نعتقد نحن بحاجة الى تأمين مؤسسات الدولة من المحاصصة التي هي من تشكل عيبا كبيرا في اسس هذه المنظومة. السلام عليكم.
خرجنا اليوم مثل ما تشوفونه بمظاهرات المطالبة بالخدمات واللي هي الماء والكهرباء، بما أن كان شعار هذه الحكومة حكومة خدمات، لكن للأسف على مدار 20 سنة لم يجد الشعب العراقي أبسط الخدمات، وعلى مدار 20 سنة إحنا نعاني من مشكلة الكهرباء خصوصا فترة الشهر السابع والثامن، خصوصا يعني فترة ذروة الحرب مثل ما نسميها. دائما كانت أعذار الحكومة نقص الغاز، للأسف أن هم كان باستطاعتهم على مدار هذه الموازنات كانت موازنات انفجارية أن يقدرون يتعاقدون مع شركات رصينة لإنشاء محطات كهربائية لمعالجة هذه الأزمة، لكن للأسف كلها وعود كاذبة ولم يجد الشعب لحد الآن أي خدمات تساعده لاجتياز هذه الصيف الحر والماء، للأسف يعني مجرد أنها كانت وعود كاذبة. يعني من أولويات أي حكومة في العالم إنه توفر شروط حياة كريمة لمواطنيها، من أولويات مهماتها إنه تخلي المواطن عايش بمستوى رغيد بمستوى رفاه، خصوصا وإحنا بلد غني بلد مترف يمتلك إمكانيات مالية مو طبيعية. الحكومة اللي شكلت اليوم هي حكومة خدمات، عليها إنه توفر كهرباء لمواطنيها في ظل هالحر هذا السائد. هذه المشكلة بدأوا العراقيين يعانون منها يعني من 20 سنة، كل حكومة ترحلها إلى حكومة أخرى، وهكذا العراقيين بدأوا عايشين في دوامة، دوامة من القهر ومن الألم ومن المعاناة. عليهم أنه يتذكرون أنه الناس ما تبقى ساكتة إلى ما لا نهاية، لابد وأنه تنتفض، وانتفاضتها هذه راح تكون مختلفة عن انتفاضة تشرين اللي انتفاضة تزيح هذه الطبقة والفئة الحاكمة الفاسدة الفاشلة. وشكرا. وقفة احتجاجية بسبب أزمة الكهرباء في البلاد اللي دفع ثمنها المواطن العراقي البسيط، والحقيقة اليوم نطالب عبر هذه الوقفة أيضا الحكومة اللي تدعي الإصلاح والتغيير والخدمات أيضا أنه تحاسب الوزراء، جميع الوزراء السابقين والمدراء العامين اللي أسرفوا بالمال العراقي. اليوم نتكلم عن أكثر من 80 مليار دولار صرفت على ملف الكهرباء، ولم تشهد الكهرباء أي تحسن طيلة 20 عام الماضية. هاي أموال انصرفت، يعني نشوف باقي الدول انحلت هاي الأزمة بخمسة مليار، بينما الكارثة اليوم بالعراق أكثر من 80 مليار وماكو حل. فبالتالي يجب محاسبة المقصرين، وضع أيضاً علاجات وحلول لازمة لأزمة الكهرباء، استثمار الغاز العراقي بدل شراء الغاز من الدول المجاورة وحرق الغاز العراقي المصاحب. وهذه رسالتنا إلى الحكومة العراقية حول الكهرباء ومعاناتها، الحقيقة يعني مغمورة غير معلنة، هل هي من النظام اللي يحكمنا أو من أمريكا، ضغوطات أمريكية مبهمة بالنسبة يعني الوضع المي، يعني المي معاناته يعني كثير، يعني الدول المجاورة كلها يعني مسيطرة عليها، لا أكو مفاوضات لا أكو على حول المي، مع العلم انه اكو يعني الاتفاقيه 75 يعني خاصه مع ايران كلها مثبته انه لازم المي لانهر المي تمر على العراق، اكثر من 42 نهر قاطعته ايران، يجب علينا انه نوصل رسالتنا حول المعاناه يعني الشعب العراقي، يعني فاكو معاناه كثير يعني خاصه الطبقه الفقيره يعني امكانياته، لانه مثلا هسه يعني العام القوته يوميه وين من يروح يتجه؟ الكهرباء للمي للانترنت للموبايل، هاي كلها معاناة اصبحت، الماء صار ينشرع، الكهرباء بفلوس، فهذا يعني القوته يوميه وين يروح؟ وما شاء الله الموازنه هي اكثر من 190 تريليون، وين راحت؟ اذا توزع لك بعد 10 تريليونات للشعب يمكن تغطيه، تغطي البطاقه التموينيه حصتها يعني هي الوحيده المفردات يعني اللي تفيد يعني الشعب العراقي الفقير يعني.
رسالة للشعب العراقي قبل أن تكون رسالة لحكومات المحاصصة الطائفية. ما دامت حكوماتنا المتشكلة لحد هذا اليوم من 2003 إلى هذا اليوم هي حكومات محاصصة، لا جديد ولا يحدث أي تغيير بالبلد، تستمر الأزمات لأنها حكومة ولادت أزمات، من أزمات اقتصادية، أزمات الماء، أزمات الكهرباء، أزمات الخدمات الصحية، التدني بالتعليم، التدني على كل المستويات وصل حد لا يطاق، كله بسبب من؟ بسبب حكومات المحاصصة. آخرها الميزانية اللي تعطلت أكثر من 6 أشهر واللي خضعت لمساومات تقاسمتها الحكومة الأحزاب السلطة، ماكو أي مشروع استثماري يخدم البلد، لا بناء مدارس، لا بناء مستشفيات، لا إعداد كوادر تربوية تعليمية صحية طبية، باقي الوضع على ما هو عليه أو أسوأ أو أردى. ما دامت حكومات محاصصة يعني هذا إلي وهذا إليك، وانطيني ودير بالك على هذا ولا تحاكي هذا، يبقى هذا الوضع ويزداد سوء. فلازم الشعب يبحث عن بديل، لابد أن يبحث عن تغيير ضد هذه الحكومات، حكومات المحاصصة اللي سببت المآسي لهذا الشعب. آخرها المتقاعدين وفقرات الموازنة ومادة 16 اللي موهوا للشعب بأنها إقراض للمؤسسات. صراحة تعودنا كعراقيين الشهر اللي يبدي من السابع أو السادس والسابع والثامن الحكومة تتعكس تقول الغاز الإيراني والغاز الإيراني والفلوس الإيراني. زين صاركم 20 سنة، 20 سنة ما وفرتوا، يعني ما وفرتوا البدائل، ما وفرتوا المنظومات الصحيحة. زين شو كلكم تقولوا إحنا صاحبين شهادات وصاحبين خبرة وصاحبين يعني إدارة بلد، والحمد لله وشكر صاركم 20 سنة كل واحد بالمنصب مالته، يعني كل يوم يطلع لنا تصريح، واحد يقول الفلوس، واحد يقول إحنا شنو علاقتنا كمواطنين؟ أنت كرئيس وزراء، كوزير كهرباء، كحكومة محلية غصباً عليها توفر المي والكهرباء للمواطن، لا خلف الله عليها، قاعد تاخذ جباية، تاخذ جباية من المواطن، وهي مو منية من أحد، لا من رئيس وزراء ولا من المتحدث باسم وزارة الغاز أو الكهرباء أو مادياس الشعبية، ما له واحد فضل على الشعب العراقي، غصباً عليهم يوفرون المي والكهرباء، بس لكن هم مستغلين، يعني مع كل أسف أقول، مع كل أسف ضعف الشعب العراقي، لأن يعني كل يوم يقول ها باشر تتحسن، مثل واحد جاي يطلع أبرة بروفيل الواحد باشر صير زين، عقبه صير زين، وكذلك تتموع الشغلة، يجي شهر ثاني وتنتهي الشغلة. بس لكن نقول إيش قد نسبة الفساد بيها؟ 80 مليار دولار حصة وزارة الكهرباء من سقوط لليوم، وينها؟ بيجيهم الفاسدين. ومع كسف إحنا اليوم وقفتنا نوصل رسالة للمعنيين بالشأن، يعني أنت تقبل عائلتك تدفع عليها المي والكهرباء؟ لا مستحيل، لا تقول لي ماك مسؤول عائلتك تدفع عليها المي والكهرباء، مستحيل، من سبع مستحيلات، كلهم عندهم متوفرة. أسا أولادهم وين؟ أتحدى واحد من أولادهم بالعراق، أتحدى اللي طالع في تركيا واللي طالع مال ماليزيا يسافر، وباقي الشعب هذا مظلوم عليه. كل ما صعبت احنا الاصعب، لا ما نتعب، كل ما صعبت احنا الاصعب، لا ما نتعب، كل ما صعبت احنا الاصعب، لا ما نتعب، اهتف وارفع صوتك عالي، لا ما نتعب، اهتف وارفع صوتك عالي، لا ما